السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دورة State Management Provider. إن شاء الله بهذا الدرس نقوم بإنشاء مثال كامل عن استخدام البروفايدر وكيف نستفيد منه. طبعا المثال اللي حيكون هو سلة المشتريات، حيكون طبعا المثال كيفية عمل سلة مشتريات وإضافة منتجات عليها وحذف المنتجات منه. طبعا قمت بإنشاء مشروع جديد بيحتوي على صفحتين، صفحة الميل هي الصفحة الرئيسية وصفحة الهوم اللي هي الانيشيال راوت. تمام، بهذا الشكل هي الانيشيال راوت. بنروح على صفحة الهوم بهذا الشكل. طبعا لو فتحنا تطبيق رح ينطلق لي من صفحة الهوم لانه هي الانيشيال راوت. لحتى نحن طبعا نقوم بعمل سلة مشتريات، اولا لازم نضيف البروفايدر، لازم نضيف البروفايدر على صفحة الهوم وعلى صفحة المين. في البداية طبعا صفحة المين مثل ما شايفين بهذا الشكل هي صفحة لا تحتوي على أي شيء حاليا، يعني نحن ما استخدمنا البروفايدر إلى الآن فيها، فلذلك رح نقوم بعمل كنترول إكس للماتيريال أب بهذا الشكل ورح نعمل تشينج نوتيفاير بروفايدر مثل ما تعلمنا بالدروس السابقة بهذا الشكل. رح نقوم أيضا هون بعمل كونتكست وعمل طبعا ريتيرن لصفحة الكارت دوت. تمام، عفوا الكارت كلاس الكارت. رح نعمل ايضا child واللي رح طبعا رح نرجع فيه الماتيريال اب بهذا الشكل. طبعا هون عم بيعطيني خطأ بسيط انه الكارت مو موجودة، فلذلك رح نقوم بانشاء هذا الكلاس. رح نعمل مجلد اسمه طبعا داخل الليب، رح نعمل فولدر، رح نسميه هذا الفولدر موديل بهذا الشكل، رح يكون داخل هذا الفولدر في ملف اسمه cart.dart بهذا الشكل. طبعا هذا الملف بيحتوي على كلاس cart اللي هي طبعا اللي هو طبعا with change notifier بهذا الشكل. طبعا هون نحن نستبدل الكابرتينو بال import، طبعا نحن نحط material للدارت بهذا الشكل حتى بس يلتغى الخطأ عندي، ورح قوم باستدعائه هون import هي طريقة cart، أو ممكن نستخدم dot backslash model cart dot dart بهذا الشكل، فهذا بيلتغى عندي الخطأ تماما. وهلأ بنعمل hot restart ونقوم بفتح التطبيق. تمام، وبنبدأ بتصميم صفحة سلة المشتريات. طبعا نروح على الهوم لانه هي الصفحة الرئيسية، او هي عفوا الانيشال راوت عم ينطلق منها المشروع، ونبدأ بتصميمها. في فكرة هامة فقط انه طبعا البيانات لما بتجيني من قواعد البيانات بتجيني على هيئة ليست. تمام، فرح اعمل ليست بسيطة هون بهذا الشكل. ليست طبعا رح تكون من نوع على سبيل المثال تكون ايتم على سبيل الليست، اذا ليست طبعا للايتم. فرح اروح على الموديل ايضا رح اعمل ملف جديد سميه مثلا ايتم او product.dart على سبيل المثال، طبعا اسمي اللي بيناسبك في مشكلة item.dart. رح اعمل class، اعمل item بهذا الشكل، خلي اول حرف capital بس item. تمام، طبعا رح يكون بيحتوي على string على اسم المنتج وبيحتوي على سعر المنتج double price بهذا الشكل. رح اعمل طبعا هون item ومرة اخرى constructor name أو عفوا this dot name this dot price. تمام، طبعا هاي الصفحة بنرجع نستدعيها بالهوم حتى نقدر نستعمل الكلاس import dot model بهذا الشكل item dot dart. نعمل طبعا list من نوع item بهذا الشكل، رح سميها items على سبيل المثال، وبتحتوي طبعا على item. نعتبر انه عندي مثلا اول منتج اسمه على سبيل المثال S20 Ultra على سبيل المثال، سعر المنتج وليكن على سبيل المثال $250 لنفرض. تمام، هي عملية فقط لا اكثر ولا اقل. هعمل منتج تاني هيكون على سبيل المثال P30 Pro، رح يكون سعره على سبيل المثال 600. تمام، عندي منتجين S20 Ultra P30 Pro. طبعا هون رح نعمل نحن list view builder هي طريقة list view dot builder. طبعا مثل ما بنعرف تقبل context
وبتقبل الاندكسد تمام بهذا الشكل. طبعا بتقبل الايتم كاونت، ايتم كاونت، واللي هي طبعا الايتمز دوت لينث على سبيل المثال. وهون طبعا احنا رح من ريتيرن كارد بهذا الشكل، كارد طبعا تشايلد وفي داخلها الستيل على سبيل المثال. ونحن نضع التايتل اللي هو طبعا رح يكون تكست، اوكي بهي الطريقه. رح نستخدم الايتمز دوت، طبعا الايتم هي الليست اللي انا عملتها، حلو الايتمز طلع الاندكسد، بعدين دوت نيم هي الطريقه. ونشوف شو رح يصير عندنا هون، طبعا من هي السيمي كولون، ونروح للمشروع ونشوف شو صار. طبعا ظهر عندي التو ايتم بهذا الشكل. طبعا رح اضيف لهم انا تريلينج ايضا، حرتب الكود بالبدايه بس حتى يكون الكود واضح بالنسبه لنا. طبعا رح نضيف ايضا تريلينج بهي الطريقه، واللي هي طبعا رح تكون ايكون باتون، حلو. وراح يكون عندي ايكون ايكون ايكونز دوت اد، راح اختار اد شوبينج كارت، راح اختار طبعا اون بريسيت اللي هي طبعا الفانكشن اللي بيتم تفعيلها عند الضغط على الايكون باتون، تمام. فبنروح هلا طبعا على التطبيق، طبعا ظهر عندي هو غلط، هي الشعار مو جيد، راح اختار اد ايكون اد على سبيل المثال، اوكي بلس بهذا الشكل. فصار عندي تو ايتم وعندي تو بطن. يفترض لما انا بضغط على هذا البطن لما بضغط عليه بلس ينضاف لسلسله مشتريات. سلسله مشتريات رح احط هون على سبيل المثال بالاب بار، رح استخدم الاكشن، حلو. رح اعمل ايكون بطن بهذا الشكل، طبعا بتكتبي مثل ما بنعرف على ايكون ايكون دوت او ايكونز دوت اد، فبنختار اد شوبينج كارت. طبعا لما بنضغط عليها بتتفعل هي الفانكشن. طبعا نعمل كنترول اس ونروح ونشوف، طبعا هذا شكل جميل جدا. رح اعمل جانب الباسكت، رح اعمل هون رقم، كل ما اضغط على واحد بيزيد هذا الرقم، تمام. فالحل لهذا الموضوع بكل بساطه اني اعمل رو على سبيل المثال children، طبعا بنمسك هذا الكلام كنترول اكس كنترول في، مرتب الكود شوي، حلو. بنعمل كوما وبنعمل تكست على سبيل المثال رقم 2، حلو حلو ظهر عندي الرقم هون، بس رح نعمل له بادنج بسيط. ممكن نعمل له بادنج اللي هون اونلي، طبعا رايت رايت بهذا الشكل، نعطيه 10، فظهر عندي بهذا الشكل، يعني نوعا ما جيد الشكل، ما في عندي اي مشكله بفضل الا. حلو كتير. بنروح نحن هلا طبعا على الايتم هون. يفترض كل ما نضغط على واحد منهم تمام يزيد لي هذا الرقم. حتى يتم هذا الموضوع بنروح على الكارت ونبدا بعمليه العمل عليه. اول شيء طبعا بنستدعي كلاس الايتم هون، كلاس او عفوا نحن نعمل امبورت ايتم دوت دار، هنستدعي اذا الايتم هون بهذا الشكل. رح نعمل داخل كلاس دوت الكلاس كارت، رح نعمل ليست بهذا الشكل من نوع طبعا item، رح اعطيها اسم هالمره items هي الطريقه، حلو. طبعا انا بستخدم نفس المثال الموجود بموقع تويتر لحتى تكون الفكره واضحه، وانا بعتبره افضل مثال لنفهم البروفايدر، تمام. انا فعليا ما عملت شيء معقد، فقط قمت باضافه او بعمل item فارغه داخل كلاس الكارت من نوع item، نوع الايتم اللي هو هذا، تمام. وبنعمل طبعا double على سبيل المثال total price بهذا الشكل، خلينا نكون قيمته او ما في مشكله نعمله price على سبيل المثال مبدئيا price تساوي 0 بهذا الشكل دوت 0، حلو. رح مره ايضا رح اعمل طبعا method اللي هي طبعا void add وبتقبل instance من الايتم، رح اسميها طبعا item بهذا الشكل. بكل بساطة هي عبارة عن لما انا طبعا بضغط على الايتم، يعني انا لما بضغط اد بضيف لي تمام على ليست ايتم بضيف لي الاد ايتم اللي جايتني كباراميتر من المثل، تمام. ثاني شيء طبعا نقوم بعمل برايس بلس يساوي، يعني رح اضيف السعر، رح اخلي هذا يزداد سعره بناء على الايتم دوت برايس، بناء على سعر الايتم اللي انا
هنضيفها. وصفى طبعا النقطة اللي كلنا بنعرفها اللي هي نوتيفاي لسنر لحتى يعمل الشعار لكل المستمعين حتى يعملوا ريبيلد مباشرة عند عملية الآد. طبعا أنا بحاجة إني أعرف السعر الكلي وبحاجة أعرف عدد الأيتم اللي تم إضافتها لسلة المشتريات، فلذلك لح أعمل على سبيل المثال integer، خلينا نقول count اللي هو طبعا بيجيب لي عدد الايتم اللي انا ضفته طبعا على سلة المشتريات بهذا الشكل. طبعا هعمل له return، طبعا حيكون طبعا get، هعمل له get تمام للcount، هستخدم الجيتر تمام، وهي كمان فرصة مهمة لنفهم الجيتر. فلا احمل انا get للcount، هجيب الcount تمام، خليه يرجع لي الايتم تمام، item dot length بهذا الشكل، items عفوا اسمها items، هي هي تمام، items dot length يعني تمام يجيب لي طول الليست بناء، يعني مثلا انا ضفت 3 list على سبيل مثلا، ضفت عفوا 3 item، فهون بيرجع لي قيمة 3 تمام. هي الفكرة الرئيسية. رح اعمل طبعا ايضا double بهذا الشكل، get total price بهذا الشكل، طبعا بريتيرن يفترض تكون عرفت شو بريتيرن اللي هو طبعا البرايس بهذا الشكل. موضوع كتير بسيط وما في شيء معقد. خلينا هلا نرجع على الهوم، خلينا نرجع على الهوم. هذا لازم يكون دايناميك متغير، فهون رح استعمل انا كونسيومر، رح اعمل مبدئيا رح اعمل له طبعا كنترول اكس بهذا الشكل، رح اعمل كونسيومر بهذا الشكل. طبعا الكونسيومر راح يكون مستمع لمين؟ طبعا راح يكون مستمع للكلاس كارت بهذا الشكل، وراح اعمل طبعا بيلدر حلو، طبعا نتاكد انه احنا مستدعين الكارت هون، فراح نعمل امبورت عفوا حتى ما يكون عندي اي خطا، فراح نعمل بلاس دوت بهي الطريقه الموديل كارت بهي الطريقه حتى طبعا يلتغى عندي الخطا. راح اعمل هون اولا كونتكست بنعرف، ثاني شيء الكارت على سبيل المثال حتى يكون instance من الكارت لأقدر استخدمه، ثالث شيء طبعا child حلو، ورح طبعا return text هاد سون، لح طبعا أعطيه قيمة متغيرة واللي طبعا لح بتكون قيمة الكارت dot. شو بدنا نحن هون نجيب؟ لهون عندنا خطوتين، إما ممكن نحن نحط السعر جانب الباسكت أو ممكن نحط عدد الأيتم اللي أنا ضفته على سلة المشتريات. أنا مبدئيا لح أجرب الكارت تمام، وبنرجع بنجرب السعر وكل هاي الأمور تمام، يعني الموضوع بيرجع حرية شخصية لإلك تمام. ومنقوم هون بعمل أيضا كونسيومر للليست بهذا الشكل، بنمسكها كلياتها مثلا كنترول اكس، ورح نعمل طبعا كونسيومر رح يكون أيضا مستمع للكارت مثل ما عملنا فوق تماما. رح أعمل هون بيلدر كونتكست طبعا كارت كانستنس وتشايلد مثل ما تعودنا بهذا الشكل، ولح طبعا بعمل return للليست بهذا الشكل، وحاول بدل سيمي كولوم عفوا رح بدل الكوما بسيمي كولوم. هلا طبعا انا لما بضغط على الاون بريس بدي اياه يفعل لي الكارت دوت اد تمام، الكارت دوت اد بهذا الشكل. طبعا انا لما بضغط على الاد هو لازم ابعث له انستانس تمام، انستانس رح يكون شو هو، رح يكون طبعا الايتمز اللي عندي حلو، فهو الايتمز طبعا رح اعطيه الاندكس حتى يبعث لي الانستانس كامل اللي هو طبعا عباره عن ليست ايتمز حلو. طبعا عملنا هلا هوت ريستارت ورحنا على التطبيق لنقوم بتجريب هل العمليه نجحت او لا. لو ضغطنا على الاس 20 برو بنلاحظ انه ضاف لي هون واحد، ضغط على البي 30 برو ضاف لي اثنين، ضغط مره ثانيه صاروا ثلاثه. إذا نضفت أنا ثلاث جوالات على سلة المشتريات، ضفت ثلاث جوالات لسلة المشتريات، حلو كتير. أنا طبعاً هلأ لما بدي أروح على سلة المشتريات كيف بدي أطبع هي القيم اللي أنا ضفتها؟ مثلاً ضفت خمس جوالات، كيف أنا بدي أعرض القيم اللي أنا ضفتها على سلة المشتريات؟ طبعاً هذا هو الشيء اللي حنتعلمه بالدرس القادم، نتمنى الدرس اليوم يكون نال إعجابكم، بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.